شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا ولكن القادم عناد القادم عناد 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 منصف على المركز الاول الوحش 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 جود مورنينج صباح الناموس يا بن صرير صباح الى شعار ام الزبار مبارك بمحمد بن صرير تستاهل فوز منصف بالشوط الرئيسي شوط المفتوح مرحبا يا بريك تستاهل خير وعافيه محمد وش سلالته سلاله الحشيم وما منتجه حشيم ام الزبار اي نعم نهنيك اليوم على حضور هجن إنتاج أم الزبار تحت قيادتك أعتقد 4 نقاط أي نعم والحمد لله على توفيق العزيز الحكيم والمطيع سباق بداية الموسم شهدنا بداية من اليوم الأول إلى اليوم توقيتات منافسات حتى خط النهاية هذا دورة الشحانية لازم فيها منافسات ولازم تفرق دورة الشحانية بالتيمة بداية الموسم بيكون الركض هادي شوي لكن الركض قوي ما شاء الله لا مستحيل بالشحانية يكون هادي لأن كل سنة التيمات موجودة من أول تمهيدي لآخر المركض والحمد لله توفقنا اليوم أنا وأخوي عبد الله والربع كلهم نافسوا الشباب والحمد لله والهجن طيبة الهجن طيبة وداخلينها وعيناها اليوم وبداية موسم وإن شاء الله بشور خير بما أن المنصف لقي وش مشاركاته في زل الحقائق والله مشاركاته ما عنده ولا اشتراك ذخرناه العام عينا سبوق والصغير من الحشوان الصغار وذخرناه والحمد لله عيناه اليوم وبدايته إن شاء الله بشور خير أول مشاركة له فعلية في مراكز رسمية اليوم أول مرة يشترك في الشحانية الله. قعود سبوق وحيك على شجاعتك اللي قدمتها على طول في الشوط الأول هو اللي خلاني أقدم الشوط الأول قعود سبوق وطيب وشكله طيب وسلالته طيبة هو اللي خلاني أودي الشوط الأول الله يوفقك أبو محمد وفالك التوفيق والناموس عموما 4 نقاط وفي سن اللقاية أعتقد أنها يعني مثل ما تقول أريحية في العزبة وعطتك كثقة أنت وفريقك الحمد لله قعود سبوق أنت واجدة ارتاحت العزبة وارتاحت المضمر ولقد ما عندك سبوق هذه المشكلة تشك في قدراتك والسبوق مين متوفرة أما لا توفرت السبوق مع المضمر ومع الاجتهاد ومع النصيب توفقت كلها متخوف من بداية الموسم؟ لا والله ما أنا متخوف ما أنا متخوف لأن عندي سبق ومذخورة والشباب والعزب الباقي كلهم عندهم سبق الله يوفقك يا أبو محمد وسعداء بوجودك وهذا الفوز والناموس لمنتهى وفقنا وياك إن شاء الله يا أبو بريك صاحب السمو أمير البلاد والشباب اللي قائمين على مؤسسة أم الزبار بيض الله وجهك شكرا جزيلا ووجهك يا أبو بريك مرحبا وسهلا